يستعد سكان الموصل لاستقبال أول عيد فطر بطعم مختلف، ومدينتهم محررة من داعش، فالشوارع والأسواق تشهد إقبالا مكثفا للمتبضعين حتى ساعات الليل المتأخرة لشراء مستلزمات العيد المختلفة لارتفاع القدرة الشرائية، في صورة اختلفت تماما عن الأعياد الماضية. مظاهر الفرح ارتسمت على وجوه الكثير لا سيما الأطفال. طبعا لساعات متأخرة بعد منتصف الليل، الجو وأصحاب المحلات جدا متعاونين مع الزبائن، حركة جدا ممتازة. فرحة الأهالي بممارسة عادات كانت مغيبة عنهم لسنوات لم تكتمل لدى الكثير من العوائل المتعففة بسبب الارتفاع الملحوظ في الأسعار من قبل بعض أصحاب متاجر بيع ملابس الأطفال والنساء، مستغلين موسم العيد واضطرار العوائل للتسوق على حد قولهم. أسعار النسائية غالية بشكل، والأطفال غالية. يعني أنا عندي 4 أطفال، أريد أشتغل، ما عندي إمكانية، ما عندي راتب. والله غالية بالنسبة للفقير، غالية ما يقدر يشتري الفقير. مقابل ذلك برر بعض المراقبين وتجار ارتفاع الأسعار إلى زيادة بدل الإيجار من قبل أصحاب العقار ما أثر سلبا على المواطنين. أسعار الملابس بهاي السنة، أنه ارتفاع الإيجارات من قبل أصحاب الأملاك، هذا أثر على أنه سعر القطعة وأثر على المواطن، ما أثر علينا إحنا كباعة. وبالانتقال إلى الملف الأمني في نينوى، بإشاعة وجود تهديدات إرهابية، أكدت عمليات نينوى للحرة استنفار كافة أجهزتها الأمنية في عموم المحافظة وحدودها مع سوريا لمواجهة أي تهديد إرهابي يعكر صفو أجواء العيد بعد نجاح خطة شهر رمضان. يمر علينا العيد بكل سلام وبكل أمن. احنا متخذين الإجراءات، عملياتنا الاستباقية مستمرة، يعني طائرات الاستطلاع تجوب أجواء المحافظة، الفرقة 15 والحشد رابضة على الحدود. باستتباب الأمن في نينوى بدأت الحياة وطقوسها تعود تدريجيا إليها رغم التحديات التي تواجهها، وسط آمال الأهالي أن تتجه الأوضاع فيها نحو الأفضل لتعويض ما مضى من سنين عجافة تحت حكم السيف. استعدادات الأهالي هنا في الموصل أخذ بمشهد مغاير تماما عن السنوات السابقة لاستقبال أول عيد لهم بعيدا عن إرهاب داعش. من الموصل هيثم أحمد، الحرة.